تركيا الحديث لا يمكن أن يكتب من دون المؤسسة العسكرية. الجيش كان حاضرا وبقوة في الحياة السياسية. بيان صادر باسم الجيش التركي يعلن تولي السلطة وإزاحة نظام أردوغان، تتلخص بسلطان له كل الصلاحيات الكاملة بشكل موسع. يبدو أن هناك ما زال غموض يجري الآن في ساحة تركيا، لا يعرف. يلدرم يتحدث عن انقلاب عسكري دراماتيكي متسارع حتى ظن العالم أجمع أن الانقلاب قد نجح. تولي الشوارع والميادين لمواجهة الانقلابيين. بعد ليلة عصيبة وطويلة وقاسية عاشتها المدن التركية، تتواصل حملة الاعتقالات والإخالات في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب. وكالة أنباء الأناضول أنه جرى توقيف العميد جنكيز قراجابي قائد القاعدة الجوية الخامسة في مدينة. سيعزز موقف ومكانة أردوغان كثيرا. موقف أردوغان كان قد أخذ يضعف في الآونة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، بأسباب عديدة بينها الركود الاقتصادي وعزلة تركيا وما إلى ذلك والاضطراب الأمني داخل البلاد.